يا دكتور انا الحمد لله الحمد لله من بعد رمضان وانا بصوم يوم وافطر يوم. الله، صيام سيدنا داوود ده. الحمد لله يعني. ايه بس يا دكتوره المشكله انه انا لما بيسالوني في البيت فطرتي انا مش بقول لهم ان انا خايمه. فهنا المشكله انه بيسالوني فطرتي اتغديتي بقول لهم ايوه اكلت. تمام. ده انا بحب خالص يا اسماء، ده انا هقول لك قصه جميله على اللي انت بتعمليه ده. طيب ايه تاني؟ سؤال ايه تاني؟ ايه تاني؟ يا دكتورة أنا أمي أنا الحمد لله بعملها كويس جدا يعني وبراعي ربنا فيها، بس يا دكتورة أنا يعني أنا مش بشعر بالحب خالص ناحيتها. شديدة معاكي. باباكي موجود يا اسماء؟ لا متوفي. باباكي ايه؟ متوفي يا دكتورة. باباكي متوفي، بقاله كام سنة؟ 7 سنين. يا حبيبتي وانت عمرك كام سنة؟ 19 سنة. يعني قولي كان عمرك 12 سنة، 6 ابتدائي يعني. وعندك كم أخ وكم أخت يا أسماء؟ 4 أولاد و5 بنات. الله ما بارك، ومامتك اللي شايلة الليل. طب اسمعيني يا أسماء، اسمعيني بس. أنا بس هي يا دكتورة بتعاملني وحش جدا فأنا عشان كده مش بحبها. أنت ترتيبك أنه في إخواتك؟ الصغيرة؟ الأخيرة. أصغر واحدة. واللي فوقك كام سنة فرق بينك، سن بينه وبينك؟ 3 سنين. 3 سنين. طيب طب اسمعيني يا اسماء، اسمعيني، وعايزاكي وانت بتسمعيني تسمعيني بقلبك، مش عايزاكي تسمعيني بودانك خالص، اسمعيني بقلبك. ومش عايزاكي تعيطي، عشان بصي اللي بيعيط ده بعض على جنبه، فخلينا كده ايه حلوين وماسكين نفسنا. بص حبيبتي، الاول سؤالك، انا بصوم يوم وبفطر يوم، ده صيام سيدنا داود، اصعب الصيام. ليه؟ لان كل ما الجسم يعود على الصيام يوم تيجي تاني يوم تقومي جايه فتره وهكذا. عارفه بتعملي ايه في النفس؟ بتربطيها، بتحجميها، بتخليها نفس هي انت اللي ماسكاها، مش هي اللي قايداكي وسايقه بيكي وماشيه. لا، وده صيام سيدنا داود، وده افضل الصيام، صيام جميل. طبعا 13 14 و15 بيبقوا ورا بعضيهم، تمام، مع الاثنين والخميس حتى لو صادف ان هو اليوم اللي هتفطري فيه لا بصومهم برضو، لان ده هدي النبي صلى الله عليه وسلم. طيب ما بقولهمش. تعالى اقول لك قصه جميله جدا. زوج كان متزوج زوجته ومات بعد زواجه ب 20 سنه، وبعد 20 سنه كان جه واحد في العزاء وبتاعه يقول يعني فلان مات، وفلان دوت كان كل يوم يعطيني سر الطعام، وما كانش يقول له طب استنى انت صايم اعمل معاك، طب انت كذا، ما كانش يقول لهم. واكتشفوا ان هو طوال العشرين سنه كان ياخد الطعام من اهل بيته على اساس انه هياكل في مكان عمله، وكان يعطيه لهذا الفقير ويكمل صيام ويجي بالليل 20 سنه، محدش عارف عنه حاجه. الله الله على الاعمال اللي يعني شاء ربنا، برغم ان اصحابها بيكتموا عليها ويقفلوا عليها ويعملوا، ما تتعرفش الا بعد ما ماتوا ان شاء الله، او تحسب يوم القيامه حسبه لله. ده اخلاص. بعمل عمل لله، مش عايزه منه الا الله سبحانه وتعالى. طب كلتي؟ طب انت فطرتي؟ طب كذا؟ الحمد لله، الله ربنا كرمنا اخر كرم، يعني تعريض بالكلام وكذا، ده ما انتش عايزه حد يعرف. الواحد كان بيعاني وهو في بنات يقول لك ايه، لا واحنا في بيت اهالينا بنعرف نداري. طب اما اتجوز بقى ويقعد يقول له اقعدي كلي معايا، ما هيعرف ان انا صايمه، وبعدين انا مش عايزه اقوم اصلي قيام وهو شايفني. ده حاجه بيني وما بين ربنا، معظم البنات ما بيبقاش لسه واخدين على الجواز تقول لك لا ازاي اقوم اصلي قيام، ما هيشوفني. وهم يا حبايبي من حرصهم انهم يداروا صلاتهم ويداروا حاجه، ده حاجه جيده. قدرتي تكملي معاهم؟ قدرتي؟ ما قدرتيش يعني ايه؟ حاولي اعرضي في الكلام، يعرفوا يعرفوا ما يعرفوش، المهم يعني ايه. وجزاك الله خيرا على النيه الجميله دي. شفت القصه التحفه بقى يا اسماء؟ طيب سؤالك الثاني، علاقتي بوالدتي وبتعاملني وحش جدا، وانا ما بحسش بالحب تجاهها، وهي كذا وكذا وكذا. سالتك ايه الظروف؟ قلت لي والدي متوفي. يعني هي شايله الليله. طيب كم عيل؟ 5 و4، 9 اولاد. 9 اولاد وزوجها متوفي وشايله المسؤوليه، وهي اب وام وكذا، كتر خيرها. لازم تشد. ادي اصل ده تربيه واحده ست، بيقولوا كده، والمجتمع ده مجتمع مريض والله، الا ما رحم ربي. ده اصلها تربيه واحده ست، شوفوا مش عارفه ايه، شوفوا ايه كده، ده اصلها مش. اوعي اوعي تخذلوا امك حسبة لله، بتزعق بتقول بطريقه كذا، ما عندهاش حنان، ما فيش وقت للطبطبه وكذا، بالراحه. ولا يا امي انت بتزعقي لي، طب ما انا ممكن اعمل اللي انت بتقولي لي عليه، ممكن اعمل اللي انت بتقولي لي عليه بحب يعني وكذا. ما بتزعقيش يا امي، الله يكرمك، والله انا بحب، الله يعينك، انا عذراكي، ربنا يبارك فيكي. معلش
معلش حتى لو هم مش فاهمين حبايبي احنا بالراحه عليهم، لان الله يكون في عونهم، والله يكون في عونها في مسؤوليه زي دي، من غير زوج، من غير سند، من غير حبيب، الله سبحانه وتعالى يا رب يتولاكم، اللهم امين. ويا رب يعني اوكل اموركم كلها لله سبحانه وتعالى، ربنا يا رب يقضيها لكم ويخفف عن ام. وانت خليكي النسمه الريحانه يا اسماء. طب اذتني احتسبي يا دي الهنا، يا دي الهنا ويا دي المنى، يوم لما يجي لنا حد يأذينا واحنا نحتسب عند الله سبحانه وتعالى الاذيه دي، يوم ما حد يعمل فينا حاجه واحنا نقول له يا رب اهو شفت بقى اتاذينا اهو يا رب بقى انت راضي بالكلام ده، احنا راضيين يلا يا رب كذا وكذا، قولي لربنا يا رب امي اهديها يا رب، يا رب انا عايزه البر يا رب، انا مش هندخل نار خلي بالك. خلوا بالكم المعاملات، مش عارفين يتعاملوا هم ربنا يحاسبهم، نحاول معاهم برضو بالحسنى والكلام ده، دام بتامرني بطاعه مش بمعصيه حاضر، ممكن الاسلوب وحش معلش نستحمل عشان خاطر ظروف امك يا بنتي، تحت قدمها فسمى الجنه، الجنه تحت رجليها، اقعد تحت رجليها كده واقول ايه دي الجنه، بتقول لي بكذا ادم فش في معصيه كذا، قال له يا رسول الله وفيتها، قال له والله ولا يعادل كل اللي كان يشيلها يروح رايح بيها الحرم يطوف بيها ويعمل شايلها على كتافه، قال له والله، قال له سيئه الخلق تؤذيني وكذا يا رسول ثلاث مرات، ويقول له وانا وفيتها، قال له والله ما وفيتها ولو طلقه واحده ما وفيتها، فبالراحه عليهم معلش مساكين. والجيل ده ان شاء الله الجيل اللي طالع يبقى فاهم شويه، الجيل ده جيل مسكين شويه وما عندوش من اساليب، بيتصرف بالسليقه وبيتصرف بالفطره، فمعذره نعذرها، وادعو الله سبحانه وتعالى يرزقك بالراحه يا اسماء ويجعلك صالح، يجعل يا رب صيامك ده تخش من باب الريان ومن باب البر اللهم امين، اوسط الجنه الوالد اوسط الجنه وتحت الجنه فسمى اقدمها، ادعو الله سبحانه وتعالى لك يا رب بالصلاح وهدايه القلب للامر ده اللهم امين. مع